في الجوف طلعت وكيل وزارة الصحة لقطاع سكان الدكتورة إشراق سباعي على الوضع الصحي في المناطق الشرقية من المحافظة، وخلال الزيارة التي رافقها خلالها مدير عام مكتب الصحة في الجوف الدكتور أحمد جزيلان، تفقدت الدكتورة السباعي أوضاع مخيمات النازحين في مديرية خبو الشعف، وحثت على أهمية تقديم الخدمات الصحية للنازحين في المديرية. من جهتها أكد مدير مكتب الصحة في المحافظة على أهمية هذه الزيارة التي تأتي في ظل كوارث صحية وأمراض تنتشر في أوساط النازحين وتهدد حياتهم دون توفر أدنى مقاومات للحد منها وتجنب تداعياتها الخطيرة. أتمنى أن تنقل الصورة الواضحة إلى وزارة الصحة بما يعانيه النازحين في هذه المنطقة من احتياجات صحية وخدمات صحية. رسالتي يعني اليوم إلى جميع المنظمات الدولية وأيضا المحلية أن تخص قل الاهتمام بهذه المديرية لما لها من أولوية واحتياج. اليوم أنا أرى الأطفال هنا بحاجة إلى جرعات من التطعيم، يعني واصلين أغلبهم مع لم يأخذوا اللقاح زيرو دوز، وهذا شيء يؤسفني جدا. أيضا قسم الصحة الإنجابية بحاجة إلى دعم.